مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات على بركة الله، وأعلنت انطلاقة شوطنا الثانية في المجموعة المخصصة للأبكار المهجنات الأصايل لإذاعة المسافة. هي الخمسة كيلومترات تحمل في طياتها العديد من الشعارات ومن الأسماء الخطيرة. نبدأ مع المركز الأول ولنتعرف على البداية الأولى. هناك مقدمة هذا الشوط هي فلك الحمد بن غلام بن موسى البلوشي على البداية الأولى. والمركز الثاني هناك نشوة لشعفار بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي من يتواجد على المركز الثاني ويقدم لنا هذا الشعار على المركز الأول والثاني والمركز الثالث. هناك الوصول من مغثة لمحمد بن خميس بالهندي المهيري من يتواجد على المركز الثالث والمركز الرابع. هناك الوصول في رابع المراكز من هذا الشعار من اعتبار اللي وصلتنا في هذه اللحظات وانتقلتنا في هذا التحدي المميز. سمو الشيخ مكتوم بين محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع الحميري من يتابع انطلاقة هذا التحدي، وايضا جميره الواصله في هذه اللحظات. سمو الشيخ ايضا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع من يتابع انطلاقة هذا الشعار ويقدم لنا جميرة في هذا الشوط وفي هذا التحدي المميز والرائع والجميل. وأيضا هناك الوصول في هذه اللحظات اللي وصلتنا الشايبه لسعيد بن خليفه بن حميد الفلاسي من يتابع انطلاقه الشايبه ويقدم لنا هذا الشعار الممتاز والرائع. لكن نعود الى البدايه والى الرقص الجميل والى التحديات الاولى والى الانطلاقات الممتازه والجميله والرائعه. هناك مع البدايه، هناك مع الرقص الجميل، الله البلوشي يتقدم جميع البلوشي يتقدم الجميع بتقدم هذا الشعار وبتحدياته الجميلة وبانطلاقاته المميزة على البداية الأولى. ومع نشوة من انتشت في المراكز الأولى وفي مقدمة هذا الشوط بانطلاق مميز وباندفاع جميل على المركز الأول. لكن هنا المركز الثاني جميرة، جميرة على المركز الثاني. اتحركت جميرة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع الحميري. وايضا هناك من الجانب الايمن مغثة لمحمد الخميس بالهندي المهيري من يتواجد مع هذا الشعار ومع هذا الاسم الخطير والرائع في هذا التحدي الرائع والجميل. ولكن المركز الرابع هناك الوصول اللي وصلتنا اعتبار لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك في القوبع الحميري. وايضا هناك الشايبه لسعيد بن خليفه بن حميدان الفلازي من يتواجد هنا بن حميدان يقدم لنا هذا الشعار ويقدم لنا هذا الاسم. لكن نعود الى التغييرات اللي حصلت وجرت من مغثة لي غيرت إلى البداية الأولى. الله 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 مع البداية الأولى ومع مقدمة هذا الشوط مع مغثة. هناك مغثة على البداية الأولى. هنا البداية وهنا الرقص الجميل مع هذه التحديات ومع هذه الشعارات اللي تتقدم على البداية الأولى وعلى مقدمة هذا الشوط. لكن بالهندي يتقدم الجميع مع البداية الأولى ومع مغثة في هذا الانطلاق الممتاز وفي هذا الاندفاع الجميل على البداية الأولى وعلى مقدمة هذا الشوط. ولكن جميرة من الجانب الأيمن لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع الحميري من يتابع انطلاقة هذا الشعار وتحدياته الممتازة. وأيضا هنا المركز الثالث هناك الشايبة لسعيد بن خليفة بن حميدان الفلاسي من يتواجد في هذا التحدي الرائع والجميل في هذه الانطلاقات الممتازة والرائعة. وهناك أيضا المركز الرابع من نشوة لشحفار بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي من يتواجد في هذا التحدي الرائع والجميل. الله
الله الله. وايضا هناك المركز الخامس الوصول من اعتبار لزموش المكتوم بن محمد برايد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع الحميري. لكن مغثة على البداية الأولى وعلى مقدمة هذا الشوط. تتقدم الجميع لمحمد بن خميس بالهندية المهيري على البداية الأولى وعلى مقدمة هذا الشوط. ولكن المركز الثاني هناك شايبة تأتي على المركز الثاني واسمها الشايبة، وهي بالفعل في ريعان صهبة مع هذا التحدي الممتاز في سن الإجذاع سن الإبداع والإمتاع. بالفعل في هذه الانطلاقات الممتازة غادرنا لوحة 1200 يا متابعين يا مشاركين في هذا التحدي الرائع والجميل. لكن البداية عندك يا بالهندي مع البداية الأولى، ركز في التركيز مطلوب في هذا التحدي الرائع والجميل. نصل إلى بوابة الناموس إلى بوابة الكيلو الأخير، الكيلو لما بعدها إلا الناموس. يا بالهندي روح خلك على البداية، خلك مع هذا الرجز الجميل في هذا الشوط في هذا التحدي الرائع والجميل. هنا البداية الأولى مع مقدمة هذا الشوط مغثة ولكن نشوة على المركز الثاني. البلوشي يقدمها هنا شعفار بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي، وأيضا هناك واصل جميرة واصل اعتبار وصلت في هذه اللحظات وانطلقت بالانطلاق الممتاز. لكن أعصابها هادية بالهندي، عصاتها في بطانها ما كلمها ولا قالها شيء، العصا راكده في الابطان مع هذا التحدي الرائع. روح حرك لحديده وروح. هنا تبقى 400 متر النهائيه والبدايه الاولى، ولكن اعتبار واصله، ولكن نشوه واعتبار، وايضا مغثه نشوه اعتبار. لمن الفوز؟ لمن الانتصار في هذا الشوط؟ ثلاثيه اعتبار مغثة اعتبار مغثة، ايضا من الجانب الايمن نشوة. لكن بالهندي حرك بالهندي وراح بالمركز الاول. سلام يا بالهندي، سلام لهذا الشعار، سلام لشعارك يا بالهندي. محمد بن خبيس بالهندي المهيري لحظات وصوله مغثة لخط النهاية معلنها الفوز والناموس المركز الثاني. هناك اعتبار لسموش مكتوم بن احمد برايد المكتوم المركز الثالث، هناك نشوة لشعفار بن غلام بن موسى بن احمد لبلوشي والمركز الرابع، هناك الشايبة لسعيد بن خليفة بن حميدان. فراس التوقيت الزمني هو 8 دقائق و7 ثواني.